بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أمسك والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. Thank you.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا عباد الله، ها قد انصرم رمضان وانقضت أيامه لنستقبل غدا بإذن الله عز وجل يوما عظيما من أيام المسلمين، وهو عيد الفطر. لنكون بذلك قد أكملنا هذه الدورة العظيمة، الدورة الربانية الرمضانية، فمن الناجحون فيها ومن الخاسرون؟ فمن المقبولون فيها ومن المردودون؟ فمن المعتقون فيها من النار ومن الذين لم يعتقوا بعد؟ إن أعظم علامة على قبول رمضان والنجاح في رمضان هو الثبات على المهمة العظيمة التي خلقنا الله عز وجل لأجلها، الثبات على المهمة التي أناطها الله عز وجل بوجودنا حين قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قيل لبشر: إن قوما لا يطيعون الله إلا إن الله إن قوما يجتهدون في رمضان دون غيره، فقال: بئس القوم قوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. لئن كنت قد رحبت بالتائبين لله في أول الشهر فإني أقول إن علامة الصدق في الإقبال على الله في أول رمضان هو الثبات على الطاعة والخير والنور والهدى بعد رمضان. وإلا فإن كنت من الذين ينقلبون إلى المعاصي والذنوب وإلى هجران المساجد أو ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، فبئس الرجل أنت، بئس الرجل أنت، لم تستفد من رمضان ولم تحقق مقصده ومرماه الذي أراده الله عز وجل من هذه الشعيرة من الشعائر العظيمة التي فرضها أو شرعها ربنا في رمضان. فرض الله عز وجل علينا الصيام لعلنا نحقق التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي الاستقامة على شرع الله، الاستقامة على شرع الله
إنفاذا لأوامره واجتنابا لنواهيه. ومن لم يحصل هذا بعد رمضان فما استفاد من رمضان؟ وشرع الله عز وجل قيام رمضان فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس في وقتها فلم يستفد من صلاة القيام. إياك عبد الله أن تهجر بيوت الله بعدما ذقت لذة الأنس بها والطمأنينة فيها. اجعل من صلاة التراويح سبباً لأن يصير قلبك معلقاً بالمساجد. عساك تدخل وتندرج في زمرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. شباب الإسلام، حافظوا على التسابق إلى الصفوف الأولى كما كنتم في رمضان، حافظوا على صلاة الجماعة كما كنتم في رمضان، حافظوا على وردكم من القرآن كما كنتم في رمضان، ابتعدوا عن المعاصي والذنوب والفواحش والموبقات كما كنتم في رمضان، فإن ذلك والله علامة الفوز وعلامة رضا الرحمن سبحانه وتعالى عليكم جميعا. عباد الله، شعيرة عظيمة ربطها الله عز وجل بيوم الفطر، وهي زكاة الفطر أو صدقة الفطر. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطيها زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. رواه البخاري ومسلم. وعند الدارقطني وحسنه الألباني في الإرواء عن أبي سعيد نفسه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تأمنون. وروى الإمام أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صدقة الفطر يا عباد الله صاع، والصاع أربعة أمداد بالمد المعتدل، والصاع أربعة أمداد بالمد المعتدل، وهو اللي كيسميوه المغاربة الثامنة. الثامنة بمعنى ثوم عبرة، العبرة فيها ثمانية الناس، ونص عبرة اللي كيسميوه البعوي فيها أربعة، والرابعة فيها جوج، والثامنة فيها واحد. قد قدرها أهل العلم بما يزيد بالنسبة للحبوب للقمح بما يزيد عن الكيلوغرامين بقليل، جوج كيلو شي وقية تقريبا الحبوب. أما الدقيق فهي المطحون فهي دون كيلوغرامين بقليل، فمن أخرج كيلوغرامين من دقيق فوس خالص فينو أو غيره فكلها إن شاء الله عز وجل تجزئ. ومن أراد أن يؤديها أرزا فحوالي جوج كيلو وثلاثمائة غرام، والتمر
يعني كذلك أو كذلك حوالي 2 كيلو ونص تقريبا أو 2 كيلو 300 غرام. صدقة الفطر وقت وجوبها هو ليلة عند دخول ليلة العيد، يعني عند غروب شمس آخر يوم، هو اليوم هذا ملي تغرب الشمس ثم وجبت. من مات قبل غروب الشمس لا تخرج عنه الزكاة. من ولد قبل أو بعد اللي تزال قبل الغروب واجب عليه الزكاة، اللي تزال بعد الغروب واجب عليه الزكاة. وقول آخر، وهما قولان في المذهب المالكي كذلك كما ذكره الشيخ خليل ابن إسحاق عليه رحمة الله في مختصره، أن قولا عن مالك عليه رحمة الله أنها تجب بغروب الشمس لليوم، وقيل تجب بطلوع الفجر للصباح طلوع الفجر. والراجح لا في المذهب ولا عند جمهور العلماء أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام العيد. من باب التيسير يعني يقول ابن عمر كانوا يخرجونها أو يؤدونها قبل رمضان، قال ابن عمر كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني غدا هو الفطر، يجوز تعطيها اليوم كله اللي هو 30 ويجوز تعطيها اليوم 29 كله. قبل منها لا، قبل منها ما كنقدموش زكاة الفطر. وزكاة الفطر السنة فيها الطعام، السنة فيها الطعام الذي نصت عليه النصوص ولا ينبغي العدول عنه من غير ما حاجة. فإن صلى الله عليه وسلم قال فإن الصحابة قالوا فرض صاعا من طعام، صاعا من طعام، وكانت النقود متوفرة في زمان النبوة، فمن أراد أن يبرئ ذمته فليخرجها طعاما، فهو الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأنفع للمساكين. الحاجة الأولى التي يحتاجها الفقراء المساكين هي الماكلة رقم واحد، وكاع اللي يستغني عن الماكلة راه حقيقة شبعان ومستغني، وإلا في الأساس الأعظم اللي كيحتاجه الناس هو الطعام. وقد ذهب المالكية، اتفق المالكية قديما على أنها لا تجزئ القيمة، ومثلهم الشافعية ومثلهم الحنابلة، وذهب الأحناف وأبو حنيفة إلى جواز القيمة، وهو قول معتبر عند أهل العلم لا ينبغي إنكاره بالكلية، فضلا على التشنيع المبالغة في الإنكار على من قال بالقيمة تقليدا واتباعا لمن قال بذلك من العلماء القدامى والمعاصرين. وإن كنت في قرارة نفسي أقول الأبرأ للذمة والأوفق للسنة والأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم هو إخراجها طعاما، لا ما تفكر بزاف، لأن زكاة الفطر من يعني زكاة غير صغيرة، وإلا رحنا عندنا زكوات كثيرة جدا اللي كنخرجوها فلوس، ما وقفتش الدنيا عند زكاة الفطر سالينا، لا راه غير في أول رمضان، في أول رمضان كنا كنجمعوا الفلوس وكنسيروا القفة كنعكسوا القضية، وكاين اللي كيخالف السنة وكيخرج زكاة المال قفة، مع أنها حقيقة لا تجزي، زكاة المال تخرج منها، وزكاة الفطر طعام، وهو الأضحى أضحية ماشي فلوس. كانوا غير في أول رمضان الأغنياء ديال العالم، ما نقولش المغرب، كيشدوا الفلوس اللي هي زكاة الفلوس وكيصرفوها طعام وكيخرجوها اش قفة دقيقة في أول أساسها هو الدقيق والقطاني اللي كلها تجزي، الحمص والعدس مثلا وغيرها من الحبوب. دابا شنو اللي خلى الامر يتغير؟ ما كاينش. على كل حال يعني من ارتأى يعني اخراجها قيمه فقد ضبطها المجلس العلمي الاعلى في المغرب ب 20 درهما، وان كنت انصح
جريا على قول جماهير العلماء بإخراجها طعاما مع يعني احترامه من يقول بإخراجها يعني قيمة. الأمر الثالث ننبه لي أو الرابع هو إلا كنتي تخرجها حبوب قمح ما تديهاش لي هو في الليل قمح ما عندوش الطاحونة في الدار. في الصحابة كان عندهم الرحى حتى الصباح وكينوضو يدوروا الرحى ويعجنوا. هي فرض الله عز وجل فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين كياكلوا من هذاك منها. انت غتديها لي مع الفجر وغتديها لي قمح غادي هو يندغ فيه. فالحكمة والعقل يقتضي انك لا غادي تخرجها قمح خرجها يومين قبل العيد باغا الطاحونة حالة. اما لا غادي مع الفجر ما تديهاش لي شعير حبوب ولا قمح حبوب ولا ذرة حبوب ديها لي الطحونة باش يصوم لنا المسمن ولا الى اخره شي حاجة غادي يطيب من هذاك النهار بعدا. واضح؟ اما القمح والشعير صبيحة العيد او ليلة العيد فهو ينافي مقصد صدقة الفطر. اقول ما تسمعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، من السنة في صبيحة العيد أن يفطر المسلم على تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة، ومن السنة الاغتسال لصلاة العيد بعد الفجر. ووسع العلماء فقالوا يعني يصح يعني الاغتسال ليس واجب وإنما هو سنة العيد قبل صلاة الفجر لضيق الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العيد. فمن اغتسل في ليلة العيد أو يعني في آخر الليل من هذه الليلة فحسن. من السنة كذلك التجمل للعيد بلبس أحسن الثياب. راه ماشي من التواضع تمشي غدا لابس شي فوقية مكمشة مصلى زعما راك ما مصوغش، ماشي من الأدب وماشي من الأخلاق وماشي من تعظيم هذه الشعيرة العظيمة. ومن يعظم شعائر الله كي كيتمشي فايق مقلوب بالنعاس خارج أي حاجة لقاها، لا يعني وجد العيد ما يليق به من جلباب أو قميص أو غيره من الألبسة التي تناسب هذا اليوم العظيم وتوجدي أحسن ما عندك. والتجمل كذلك ومن السنة كذلك التبكير للمصلى. وستقام صلاة العيد غدا إن شاء الله عز وجل على الساعة 7:30 بالمصلى الكبير وسط المدينة بحي المطار وببعض المساجد منها مسجد الحسن الثاني بن المغلف ومنها مسجد الإمام علي عفوا معذرة مسجد بالحمدونية بالمدينة المسجد الأعظم الكبير اللي برا بالحمدونية ومسجد سيدي موسى. إذن هي ستقام في الجديدة في 4 أماكن، المصلى الرسمية والأفضل هو المصلى الكبير اللي في حي المطار والمساجد الثلاثة الأخرى لتخفف الضغط عن المصلى الكبير ولتقربها من الناس ومن الكبار السن وغيرهم. التبكير إلى الصلاة. ثم من السنة التكبير، ويبدأ التكبير بليلة العيد. التكبير يبدأ من ليلة العيد وإلى أن تنقضي صلاة العيد، ماشي بحال الأضحى كيبقى 3 أيام الشروق، لا أنا كيسالي مع صلاة العيد. وألفاظ التكبير كثيرة والأمر فيها واسع، منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة سهلة، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا أو غيرها من التكبير. كنت غير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة من ليلة العيد إلى أن تنقضي صلاة العيد. ومن السنة التهنئة، وإن كان الصحابة كانوا يهنئون بعد الصلاة حقيقة، وإن كان الآن مع وسائل التواصل صار الناس يتوسعون ويهنئون ليلة العيد
فالسنة التهنئة بعد صلاة العيد. فكان الصحابة إذا التقوا يصافح بعضهم بعضا ويعني أو يعانق بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. وصلوا أرحامكم يا عباد الله في هذه المناسبة العظيمة، فصلة الرحم تزيد في بركة الرزق والمال وتعظم الدرجة عند الرب سبحانه وتعالى. من السنة كذلك مخالفة الطريق إلى المصلى إلى صلاة العيد، مش بتريد ترجع من أخرى، وهكذا كلها من الأحكام المتعلقة بصلاة العيد. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم وفقنا يا ربنا للثبات على دينك والاستقامة على شرعك. اللهم كما وفقتنا جميعا لصيام رمضان فوفقنا لصيام الست من شوال متفرقة مجتمعة، مش لازم تصبح نهار حد صيام. إنسان زين يسارع الخير لكن لا تشدد لدرجة أن تعتقد بأنك تدير شي مخالفة. لا، بغيتي تصومها مفرقة، بغيتي تصومها مجموعة، بغيتي تعجل بها، بغيتي تأخرها، المهم أن تكونش في شوال. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا من اهتدى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا من اهتدى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم القدوم عليك. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض، لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا يا كريم. جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم سدده في قوله وفعله، اللهم سدده في سياسته يا رب العالمين. اللهم كن له في الخير وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه. اللهم أقر عينه بولي عهده المولى الحسن وبصنوه المولى الرشيد وبسائر أفراد أسرته وشعبه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.